التجربة ديالي في أصيلة راه ماشي الأولى، راني ديجا شاركت 2009 2010، ولكن في ورشة ديال الحفر. هذا العام شاركت يعني المرة الأولى اللي يعني شارك في الجداريات. التجربة ديال الجداريات صراحة تجربة مميزة، وفي نفس الوقت يعني لقينا صدر الرحب ديال الجيران هنايا وحتى ديال المتلقي. الموضوع يعني كنخدم ادابتيت مع ليسباس، مع المحيط، مع المهم الجو ديال الاصيله، وحاولت نعمل شي حاجه بين فيغوراسيون شويه ابستري. مثلا لا كومبوزيسيون ديال هاد اللين اللي هو بريزي، اللي فيه الي الروتور، في نفس الوقت فيه دي طاش، فيه لا فورس، و حتى لا كولور. حاولت نخدم على لا كولور اللي هو فيف، مثلا واد لو جون اللي كي اتيري، اللي فيه لينيرجي، فيه الطاقه، فيه قوه، في نفس الوقت كيبان بحال واحد المنظر طبيعي. ديالي كانت تجربة رائعة، خصوصا أنني كشاب كنشارك أول مرة في الجداريات في موسم أصيلة، وهاد التجربة كانت زعما ناجحة باش ندير واحد لا كونسيبسيون هنايا في أصيلة باش نشاركها مع الإخوان، مع الجمهور، مع الزوار، مع الأهل، مع جميع الناس اللي كيجيو لأصيلة. بالنسبه للخدمه ديالي كانت في الاول بدايه، يعني كانت بدايه كنخدمت على واحد على بعض الاشكال اللي كنت ناوي هذا، لكن مع الوقت مع كل يوم بدات كطيح لي افكار جديده، كانت كنطيح في الهازار، كنطيح في شي حاجه مهمة. بعد كنطورها كل يوم بعد النقاش مع الإخوان، نقاش مع الآخرين.